دول. اول صوص منهم صوص العسل مع السمسم. هنحتاج له عسل ابيض، زيت سمسم، خل الرز، صويا صوص، جنزبيل مفروم، وشويه سمسم اللي هو ده. انا هبدا من الشمال لليمين كده. اوكي طيب، خلوا بالكم انه اساس المطبخ الاسيوي زيت سمسم، خل الرز، الصويا صوص، سويت اند ساور شيلي، سويت اند شيلي، والثوم والجنزبيل والسمسم. يعني دي حاجات لا غنى عنها في الدولاب بتاع الخزين لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا اكل اسيوي في البيت. كله بيتجاب من عند السوبر ماركتس الكبيره، وزي ما قلت لكم قبل كده بيبقى فيه احيانا قسم مختص بالصوصات الاسيوي. هنعمل ايه؟ زيت سمسم، ولازم النار تكون عاليه قوي، جنزبيل مفروم بس تقليبه واحده، واقوم نازله بالخل ووشينا بعيد بقى عشان ايه درجه الحراره بتبقى عاليه جدا جدا. شويه سمسم، خل وصويا صوص وشويه سمسم، وبعدين اقوم نازله بالعسل الابيض. نزلت العسل الابيض، ارفع من على النار واخده على سخونيه المقادير بره واقلبه. بقى عندي صوص، عايزين تحطوه جنب اي ابيتايزر وتستخدموه كدب اوكي،